السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان متتبعي صفحة أزول المغرب. هذا واحد الحوض الإخوان كنحيد منه الماء ديال الأزولا باش نعاودو إن شاء الله من الأول. ولفت انتباهي اليوم بأن هاد الأزولا سبحان الله العظيم الإخوان الأزولا كان بعض الأزولا بقات شي حاجة قليلة وما كنتش حيدتها وخليت الماء كينشف وبقات ينشف الإخوان الأرض بدات كتشق يعني الماء بدا كينشف وباقي الأزولا حية. شوفوا الإخوان سبحان الله العظيم التشبت بالحياة بالنسبة للأزولا. هذه نوعية أزولا نيلوتيكا شوفوا الإخوان تبارك الله باقا حية ما بقاش الماء الإخوان وباقا سبحان الله العظيم لاصقة على التراب التراب باقي شوية فاسك داكشي علاش بقات حية سبحان الإخوان شوفوا الإخوان سبحان الله العظيم. ودابا هذا إلا عمرته بالماء راه غادي يرجع ترجع هاد الأزولا كلها حية ولكن أنا باغي نحيدو أصلا باغي نعاودو من الأول شي عشان نخليها تاتي بس تتموت غادي نحول الحوض عاوتاني نقادو من الأول إن شاء الله. اللي لفت انتباهي سبحان الله العظيم الإخوان أن هاد الأزولا شوفوا الإخوان رغم أن الماء مبقاش وبقات متشبتة بالحياة وبقات خضراء الإخوان رغم أن دابا واحد أسبوعين وما مكينش عندها الماء نهائيا كما كتشوف سبحان الله العظيم الإخوان تشبت بالحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.